الإخوة الأحباب الذين جاءوا ليحضروا معنا انطلاق هذه الحملة، مرحبا بالجميع، ومتمنياتي يعني لهذا اللقاء المبارك أن يكون موفقا وأن نخرج جميعا بفائدة وأن نخرج بمزيد من الحماس إن شاء الله تعالى في هذه الحملة المباركة. إخواني وأخواتي الحاضرين، لا يخفى عليكم أن المسؤوليات عندنا في حزب العدالة والتنمية كما تربينا على ذلك، المسؤولية تكليف وليس تشريف، ولذلك يعني شعرت دائما وأبدا يعني وأنا يعني تلقى على عاتقي مسؤولية من المسؤوليات كهذه المسؤولية بتقلين وتخوف ودهشة. وهذه المسؤولية في هذا الوقت بالضبط يعني ليست سهلة، وهي مسؤولية شاقة، ولكن إن شاء الله تعالى يعني بعونكم وبعون المناضل لهذا الحزب سنستطيع أن نرفع التحدي ونقوم بحملة نظيفة قوية نزيهة، نواجه بها لوبية الفساد، نواجه بها الفساد الانتخابي، ونقوم بدورنا في تأطير المواطنين وفي توضيح برامجنا ورؤانا وفي توضيح تخلف هذه الحكومة عن إنجاز عهودها ووعودها وعن سقوط الشعارات التي كانت ترفعها. إنه تحدي حقيقي انطلق منذ ما سمعنا، عندما سمعنا ووصلنا يعني القرار ديال المحكمة الدستورية الذي يعني وضع المواطن في صورة حقيقية للمنتخبين الذين أنتجتهم انتخابات تنمية وتنبير 2021 سيئة الذكر. هذه الانتخابات التي أنتجت نخبا أخبارها عندكم وخبر اليقين عندنا في هذه الدائرة، وهو تجريد هذا النائب الذي جاء تحت يافطة حزب التجمع الوطني والأحرار، تم تجريده من منصبه كنائب برلماني عن هذه الدائرة بسبب جنحة مالية تتعلق بذمته المالية. اليوم نقبل هذا التكليف لنقوم بدورنا في إطراء النقاش العمومي حول النزاهة وحول الأخلاق التي ينبغي أن يأخذ بها والتي ينبغي أن يزكى على أساسها المنتخب والمرشح داخل الأحزاب السياسية. تحملنا هذه المسؤولية لنتري النقاش العمومي حول السياسات العمومية، والحمد لله خبرتي في عدد من القطاعات يعني عندي واحد القدر من المساهمة، ويعني وهذه المساهمة لا زالت مستمرة إلى اليوم مع إخواننا سواء في مجلس المستشارين أو في مجلس النواب، وأنا في تواصل دائم معهم حول الملاحظات المتعلقة بالسياسات العمومية المتعلقة سواء كانت اجتماعية أو ذات يعني علاقة بمنظومة التربية والتكوين. هذه فرصة لنا لنلتحم بهموم المواطنين. المواطن اليوم المقهور الذي قهره الغلاء التضخم وأصبح تحت وطأة الفساد الذي استشرى، والذي يعني أخباره يعني الصحف كلها تنشر يوميا أنواعا من قضايا الفساد التي طلعت بها النخب التي أنتجتها انتخابات تنمية وتنبير 2021. فلذلك يعني سنطلع بإذن الله تعالى على تقديم مساهمتنا في مجال الحماية الاجتماعية، ورش الحماية الاجتماعية الذي لدي فيه خبرة يعني مقدرة بحمد الله تعالى، وقضايا التربية والتكوين وكل ما له علاقة بهموم المواطنين وبحماية قدرتهم الشرائية، وأيضا تحمل قدر من المسؤولية في الدفاع عن قضايا الهوية وقضايا القيم المجتمع والدفاع عن قضايا الوطن
والمواطنين عموما وقضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية التضامن مع الشعب الفلسطيني وإخواننا المحاصرين في غزة. أخونا السي الحسن أعطى لكم الحكاية كيف بدأت، وكيف بدأت القصة في هذه الدائرة، دائرة الرباط المحيط، فلا أريد أن أطيل عليكم، وهي قصة يعني تبدأ وتنتهي في موضوع النزاهة والأخلاق. النزاهة والأخلاق، هذا الناس البرلمان اليوم بحسب الأخبار تقول بأن ما بين 30 و70 برلماني إما متابعين أو معتقلين، ولذلك فعلا حق لي أن تأخذني الدهشة، لأن وأنا أترشح للدخول لهذه المؤسسة اللي فيها ما بين 30 و70 إما متابع أو معتقل. للأسف الشديد هذا لم يقع في تاريخ بلدنا ولا في تاريخ مؤسساتنا التشريعية على الإطلاق. الأمر الثاني، خصوصية هذه الانتخابات أيها الإخوة أيتها الأخوات، أنها تأتي في انتصاف الولاية الحكومية. الولاية الحكومية انتصفت، وسمعنا جميعا المرافعة القوية لمجموعتنا النيابية داخل مؤسسة مجلس النواب، وأيضا إخواننا المستشارين في مجلس المستشارين في مناقشتهم لهذه الحصيلة الهزيلة الضعيفة التي تعبر عن فشل حقيقي لهذه الحكومة. لأن يعني ما كاينش شي واحد يقدر اليوم يخرج للشارع يدافع على هذه الحكومة إطلاقا، وحنا تنعرفوا أن جميع المؤشرات وقع فيها التراجع من البطالة. البطالة اليوم وصلت إلى نسبة 13.5 ولم تعرفها تاريخ يعني أكثر من عقدين من الزمن، ما عمر عرفنا هذه النسبة هذه في الوقت اللي كانت تحتف وقت كوفيد وكورونا، وقت تسريح العمال ما كانش هذه النسبة ديال البطالة في هذا الوقت. القدرة الشرائية، الانهيار الكبير في القدرة الشرائية، والدفع ب3 مليون ديال الساكنة ديال المغرب، الدفع بهم للفقر. وتنعرفوا الشعارات التي رفعت يعني في الحملة الانتخابية وحتى في البرنامج الحكومي، يعني كلها لم يتم تحقيقها في مجال يعني في مجال حماية القدرة الشرائية وفي مجال يعني حماية الطبقة المتوسطة. أيضا الانهيار الكبير ديال المقاولة الصغرى والمتوسطة، لأنه يعني رقم خيالي ووصلنا إليه في هذه السنة، يعني السنة 2023، 16,000 مقاولة تم حلها وطبعا تسريح العمال ديالها. هذا لم يقع حتى في كورونا اللي وصل الرقم في حدود 10,000 أو أقل. وزيد على ذلك القضايا الكبرى المتعلقة بالنزاهة وشيوع التعيينات في المناصب السامية بالطرق الملتوية وبدون كفاءة ولا خبرة إلى غير ذلك. وأنا غتسمحوا لي غادي نوقف في هذه القضية ديال الحماية الاجتماعية، وأقول بكل أسف أن رئيس الحكومة وهو يصرح في داخل قبة البرلمان يقول: أود أن أؤكد لكم أنه بعد تنصيب الملكي للحكومة لم نجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية، رغم أن القانون الإطار للتغطية الصحية صادق عليه البرلمان في أبريل 2021. وهذه جملة واحدة فيها إلى بقيت تنحصي في الأخطاء أكثر من 10 ديال الأخطاء. أولا ما عندناش قانون للحماية، عندنا قانون إطار ديال الحماية الاجتماعية وليس للتغطية الصحية. والأمر الآخر أن هذا النص ليس هو الوحيد أبدا، وأنا يعني اشتغلت في الحماية الاجتماعية يعني في كعضو في اللجنة ديال رئاسة الحكومة المتعلقة بدراسة المشاريع المبادرة التشريعية ديال البرلمان، واشتغلت على مستوى الأمانة العامة مع يعني في الفريق العمل ديال هذه النصوص. هذا كذب وبهتان، كذب وبهتان. النصوص المتعلقة بتنزيل التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ككل كلها أنجزت في مرحلة حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران. ولما دخلنا احنا في 2017 طلبنا
جميع هذه النصوص فأعطيت لنا كاملة بالمراسيم، حتى المراسيم ديال القطاعات ديال الفئات والأصناف كلها كانت موجودة، ولكن تنتظر أمرا واحدا وهو تنزيل هذه السياسة العمومية، لأن يتطلب الأمر الدخول في مشاورات مع الفئات والأصناف، وأنا كنت واحدا ممن حضر عددا كبيرا من هذه العمليات ديال المشاورات مع الفئات. وهذا التنصيص على هذه القضية المشاورات عنده فلسفة، أن الحكومة العدالة والتنمية كانت تؤمن وكانت تؤمن ولازت تؤمن بالتشاركية مع جميع الأطراف والإشراك ديال جميع الفئات، يعني في إنجاز هذه السياسة العمومية التي يعني أصبحت ورشا ملكيا، يعني هو الورش ديال الحماية الاجتماعية. فهو يتكلم عن التغطية الصحية، وفينا هي الحماية الاجتماعية؟ أنا معايا بعض الإخوان، وهذه مناسبة يعني أصدقاء، هما ضحايا حوادث الشغل، ها هو مع سيفهمي شو نوضع السيفهمي، يعني يترأس جمعية ديال ضحايا حوادث الشغل، وأنا على اتصال معه، وهو على اتصال مع المؤسسة التشريعية ومع هذه القطاعات الحكومية في أمر واحد. 3 سنوات من عمر هذه الحكومة ما قدرتش تخرج نصا واحدا يتعلق بضحايا حوادث الشغل. علاش ما قدرتش تخرجوا؟ لأن الهندسة الحكومية ألقت بالحماية الاجتماعية داخل وزارة الصحة، ونسيت أن الحماية الاجتماعية مفهوم شامل، وهي اللي رافعة الشعار ديال الدولة الاجتماعية، مفهوم شامل داخل فيه حتى حوادث الشغل. فبقاو هاد الناس ديال ضحايا حوادث الشغل عالقين تنتظروا شكون اللي غادي يخرج النص ديالهم. 3 سنوات واش غادي يخرجوا؟ وزارة الصحة، وزير الصحة لا يستطيع، لأن القانون ديال القانون يعني ديال التعويض عن حوادث الشغل، القانون عن لا يعني ينص على أن وزير الشغل هو صاحب القرار. وزير الشغل تيقول لهم أنا انتهت، يعني أنا أصبحت وزارة التشغيل، وخا ما دار في التشغيل حتى لا شيء إلى اليوم، يعني راه شفتوا الكوارث ديال يعني في النسب ديال البطالة في التشغيل. وبقي 3 سنوات هؤلاء وداروا وقفات احتجاجية هنا وهناك أمام هذه الوزارات، وما تلقاوش حتى اللي يستقبلهم ويتفاهم معهم. وهذا النص التشريعي يعني بغى يتحايلوا عليه داخل هذه الحكومة، فوجهوا رسالة للمحكمة الدستورية تيطالبوا منه أن ما يتعلق بحوادث الشغل خاصه يصدر بنص تنظيمي. فسفهت المحكمة الدستورية في قرارها قبل مدة، يعني قبل من سنة، سفهت هذا الرأي وقالت حوادث الشغل، التعويض عن حوادث الشغل لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى قانون كما ينص على ذلك الدستور. ومن ذلك الوقت وهما واقفين، لا زيادة في الإيراد، وهذه الزيادة في الإيراد وقعت في عهد حكومة الأستاذ بن عبد الله بن كيران، وقعت في 2019 في عهد الأستاذ العثماني زيادة في الإيراد. وما معنى الزيادة في الإيراد؟ هذا نص عادي يخرج بين الفينة والأخرى، لما تيكون الغلاء، تيوقع الغلاء والتضخم، تيكون واحد بحال واحد لا ميزانيفو في هذه الإيرادات اللي هي أصلا إيرادات ضعيفة. فهذا نموذج تيبين بأن الاستهتار ديال هذه الحكومة بالقضايا الاجتماعية، وبأن الشعار ديال الحماية الاجتماعية هو شعار يعني خاصو الرجال اللي غادي ينزلوا المقومات ديالو، وماشي هذه الحكومة للأسف الشديد. إخواني أخواتي، هذه الانتخابات تجينا في واحد المنتصف ديال الولاية ديال الحكومة كما قلنا، وفي منتصف الانتداب ديال الجماعات الترابية، وحنا في جماعة الرباط الجميع تعرف أشنو الضرر الذي ألحقته النخاب ديال 8 تنبير وعلى رأسها الحزب الأغلبي، أشنو الضرر اللي حدثوه بالتنمية وفي هدر الزمن التنموي في مدينة الرباط. سنتين من الصراعات الشخصية، سنتين من الصراعات الشخصية انتهت بإقالة أو استقالة كما يقال العمدة السابقة التي تنتمي لهذا الحزب الأغلبي. أوقفوا عجلة التنمية في مدينة الرباط، وأهدروا الزمن التنموي، وأشغلوا الرأي العام والمؤسسة، وأوقفوها في نزاعات شخصية للأسف الشديد. هذه فرصتنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، أن نؤطر المواطنين وأن نقول لهم تحملوا مسؤوليتكم
قولوا بركة كفى راه انتهى الأمر. بركة بركة كفى، ما كاينش شي واحد اليوم اللي تقدر يخرج للشارع ويقدر يدافع على هذه الحكومة، لأن الغلاء اللي ضرب الأطناب ديالو يعني ما عمرو عرفوا التاريخ ديالنا كما قلت يعني لعقود، بل على الإطلاق يعني ما عمر أنا يعني سولوا المواطن واش عمرو عرف الدجاج تيوصل 600 ريال، يعني فين عمرو وصل 600 ريال إطلاقا. أنا سمحوا لي البارح كنت في يعقوب منصور ودايز وقيت واحد تيبيع شي تفاح على قد الحال رقيق وهذا، وتيقول لهم ودير واحد التسجيل تيقول أما لين الرميد أما لين تضامون أما لين المؤشر اللي عنده ضعيف ها هو الدفاح ديالكم 160 والله إلا مسجلها ودايرها في التسجيل، يعني المنادات على المؤشر الضعيف، لأن المواطن مسكين يعني المواطن اللي كان تيستافد من الرميد تقلبات عليه 8 مليون تلاحوا الأمتضامون، يعني وكاين الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وكذا إلى آخره. إخواني هذه فرصتنا باش نقولوا نحملوا المسؤولية للجميع، راه لا المقاطعة ولا العزوف ولا اللامبالاة ممكن تأدي شي نتيجة، المشاركة القوية بالتصويت ضد هؤلاء الذين يسيرون وضد هذه الأغلبية الحكومية هو الحل. هو الحل، ليس أمامنا إلا المشاركة والمدافعة في الميدان، راه السكوت ولا مبالاة لا تحقق شيئا، أما السلبية ونبقاو ننتظروا من 40 يدينا التغيير غادي يوقع، مستحيل يوقع التغيير هذا، لا يمكن أن هذا بالنسبة لنا احنا كحزب مشارك نعتبر المقاطعة ونعتبر السلبية والعزوف تساوي إعطاء كارت بلونش لهذه الحكومة على الافعال ديالها وعلى الغلاء ديالها وعلى الكوارث ديالها المتتابعه اللي لحقت بها البلاد في هذه الثلاث سنوات. لذلك وكذلك نقول بان التصويت للعداله والتنميه باعتباره القوه الاولى الحقيقيه المعارضه في مجلس النواب، هذا التصويت هو وحده الذي يمكن ان ينقذ هذه الدائره من هذه الوجود، ويمكن ان يهيئ الظروف لإنقاذ البلاد من هذه الحكومة التي عمرت بدون فائدة بالنسبة لنا على المستوى الوطني استعدادا للاستحقاقات المقبلة ديال 2026 إن شاء الله. هذا الحزب حزب العدالة والتنمية يمكن أن تتأكدوا من خلال التدخلات ديال الأعضاء ديالو في داخل مجلس النواب أنه الحزب اللي تيلتحم بهموم المواطنين، هو اللي تيدافع على القضايا ديالهم الحقيقية، هو اللي تيدافع على قضايا القيم والأخلاق والهوية، هو اللي واقف قضايا التضامن مع قضايا الأمة. واش بالله عليكم هذه المؤسسة التشريعية التي يعني تيسيطر عليها يعني لهذا الحزب الأغلبي وعلى رئاستها ما قادرش يحل لجنة الصداقة مع الكيان الصهيوني، ما قادرش يحل هذه لجنة الصداقة كمبادرة وحسن نية أمام المواطنين في هذه الظروف الكالحة وفي هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويعيشها إخواننا في غزة. ولذلك بالله عليكم وأختم بهذا، كيف نرضى أن نصوت لأغلبية حكومية فيها وزير يسخر من حديث رسول الله؟ كيف نربعوا يدينا وما نخرجوش للميدان ونخدموا ضد هذه الحكومة وضد أغلبيتها وفيها وزير؟ وأنا سمحوا لي كنت نعرف الوزارة ديال وزارة العدل لأسباب من مولاي مصطفى العلاوي ولد سيدي محمد بن العربي العلاوي، هذا ما عمر وزارة العدل تيشد دائيا كان تيشدوا الأفداد والصناديد ديال البلاد ورجالات الدولة ديال البلاد. اليوم وزير يسخر من حديث رسول الله، وزير وليس أي وزير، وزير العدل يعني تيسخر من العلاقات الرضائية وتيدافع عليها وتيقول بأنه مغلوب على أمره أمام قلوب أمام قوة الشواذ. كيفاش هذه؟ واش هذا يعني كيف يمكن أن نرضى أن تكون على رأسنا هذه الحكومة؟ هذه فرصتنا في هذه الدائرة أن نعطي رسالة
واضحة للوب الفساد الانتخابي، ونعطي رسالة واضحة لهذه الحكومة بأن الشعب يعني واعي، وبأن الشعب سيقول كلمته في أي انتخابات قادمة ضد الفساد وضد المحسوبية وضد ما أحدثه هؤلاء من شرخ اجتماعي داخل المجتمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وموعدنا إن شاء الله مع هذه المعركة التي ستنطلق اليوم، وأدعوكم أن تتحملوا أنتم مسؤوليتكم. راه ما غتكلموش على عبد الصمد، والله الذي لا إله إلا هو، وأقول غير حديث، والله ما عندي رغبة باش ندخل لذلك المؤسسة، والله الذي لا إله، ولكن معركة هذه معركة أتحمل مسؤوليتها وأكون رأس حربتها في مواجهة الفساد والمفسدين. فخصكم تدافعوا على خصكم راه سي خولي، راه ماشي أنا راه ما عندي حتى غرض بهذه المهمة، ويعرف الجميع هذه الأمر، وكنت أتمنى حتى ما تعطاش لي هذيك الورقة، لأن هذا العبد شطب علي في الانتخابات في 2021، كنت أتمنى باش يشطبوا عليا دائما وأبدا، غير يهنيوني من هذه المعركة. ولكن حينما حق الحق، وحينما حملني الأستاذ سي عبد الإله مشكورا هذه التبعة، قلت له سأكون إن شاء الله في موقع ثقتكم، والإخوان ديالنا غادي يتحملوا، الاخوات ديالنا غادي يتحملوا، وغادي نغبروا الصلاب ديالنا في الطرقان، ونتواصلوا مع المواطنين، ونديروا بورتا بورت، ونوصلوا الرساله ديالنا، لان هذه يعني مناسبه وفرصه اعطيت لنا، ولا ادري واش ممكن تكون شي فرصه اخرى، والاعمار بيد الله، والله ولي التوفيق. وموعدنا ان شاء الله يعني مع هذه المعركه يعني الى غايه الخميس 12 شتنبير 2024، والسلام عليكم ورحمه الله.